يا ترى يا هل ترى جربتوا تشتروا فاكهة اونلاين او خضار اونلاين قبل كده ولا لأ؟ يعني احكولنا لو عملتوا كده في الفترة اللي فاتت، طبعا مع يعني بقى وجودنا في البيت لفترات طويلة جدا جدا مع كورونا، فبقينا نشوف صفحات كتيرة قوي للخضار وللفاكهة اونلاين، وبتقدم طبعا حاجات مختلفة وكل صفحة ليها شكلها وليها يعني الحاجات اللي ممكن تخلينا نبدأ نفكر كده يا ترى هنشتري من الصفحة دي ولا الصفحة دي ولا ايه. فالحقيقة في مشروعات كتيرة جدا جدا. جدا صح يا رغدة؟ صح يا رضوى. وفي كمان مشروعات كانت بدأت بقى قبل الكورونا بكتير جدا، وكان ليها السبق والريادة في انها تبدأ تعمل مشروع بيبيع فاكهة وخضار اونلاين زي مشروع فاكهاني. صح، عشان كده احنا عايزين نعرف اكتر عن مشروع فكهاني وعن فكرة المنافسة ما بين المشروعات دي. يا ترى دي حاجة يعني هتودي المجال ده على فين في الفترة الجاية؟ فاحنا معانا على التليفون دلوقتي المهندس وليد خليل، هو طبعا خبير في ريادة الاعمال وكمان المدير التنفيذي لفكهاني. باشمهندس مساء الخير. اهلا اهلا وسهلا، ازيك يا رضا وازيك يا رغده؟ احنا زي الفل الحمد لله، بنحب الفاكهه جدا 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 جدا، عشان كده النهارده الحلقه هتلاقي فيها طاقه ايجابيه رهيبه. طبعا طبعا الوان وحاجات كتيره حلوه جدا. ايوه الالوان الوان جميله، وعايزين نشجع الناس كمان كلها انها يعني تركز انها تاكل فاكهه وخضار اكتر، ده بيعلي المناعه. لانه بلاش بقى الفاست فود والحاجات السريعه دي اللي يعني بتضر صحتنا. فانتهزنا الفرصة كده وحبينا نشجع الناس تاكل فاكهة. قبل بقى ما نعرف منك فكرة مشروع فكهاني بدأت معاك ازاي وامتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بشكر حضراتكم حضرتك وحضرتك والسادة المستمعين على استقبالي النهاردة في الدقائق المعدودة دي ان شاء الله. احنا بدأنا فكهاني سنة 2017، كنت بشتري فاكهة انا وشريكي من احد السوبر ماركت المرموقه جدا، وبعدين لقينا الحاجه شكلها حلو قوي، وهو قاعد يقول لي علشان هو بيصدر خضروات وفواكه، قال لي دي هيطلع طعمها وحش كده. وقد كان ليه يا عم، ايه اللي حصل وعرفت منين؟ قال لي اصل في تفاصيل مش عارف ايه. طبعا انا مش بتاع فاكهه وخضار، انا بتاع تكنولوجي. تمام. وبعدين الدسكشن دي كانت هي التريجر، فجي قال لي انا عايز اعمل سلسله محلات خضار وفاكهه. قلت له طب ما نخليها اونلاين احسن عشان العالم كله بيتجه بالاتجاه ده. فبدون إطالة يعني بدأنا فكهاني في سبتمبر 2017، وبدأنا بويب سايت بسيط ومخزن صغير والكلام ده، وما تخيلناش انه طبعا هي هيبقى الاستقبال حافل بهذا الشكل. يعني احنا الحقيقة في المنطقة العربية وخصوصا يعني برضو في مصر، برغم من اننا عندنا طفرة في ريادة الاعمال وكده، الا اننا لسه يعني ايه ما خدناش خطوات جادة في موضوع الاي كوميرس او التجاره الالكترونيه بشكل عام. فبدانا وبعدين غطينا منطقه واحده صغيره اللي هي منطقه الشيخ زايد، وبعدين توسعنا بقى دلوقتي احنا بنغطي اغلب مناطق القاهره، يعني كله بقى المهندسين والدقي والعجوزه ومسلم دي ومدينه نصر والمعادي المقطم وزايد اكتوبر والتجمع ورحاب ومدينتي وشروق وكده. هايل. وعندنا النهارده خطه يعني طموحه ان احنا نتوسع اكثر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب باشمهندس وليد، يعني انتوا بداتوا من بدري جدا من قبل بقى ما يبقى في ازمه كورونا ولا اي حاجه. حضرتك شايف كان ايه سر الاقبال على ان الناس تشتري فاكهة اونلاين او فاكهة وخضار اونلاين في وقت كان لسه ما فيش فيه اي حاجة تخلينا نعمل كده؟ ثلاث اسباب. احنا حضرتك لما بتروحي تشتري حاجة من السوبر ماركت فانت مسؤولة عن الحاجة اللي اشتريتيها، اختيارك، ما تقدريش تروحي تقول لهم البطيخة دي طلعت طعمها وحش، انت اللي نقيها. تمام. احنا بنقول لا، احنا بنقول الكواليتي مسؤوليتنا، فانت شو بي كونسيومينج او انت لازم تستخدم 100% من اللي بتاخده، فده ضمان فكهاني. فاي حاجه بتجي لك ومش عاجباك ما بنسالكش مش عاجباك ليه، بنغيرها مباشره. فالكواليتي اول حاجه. تاني حاجه مساله الكونفينينس، انا بسوق وبركن وبخش اتسوق وبقف في طابور الكاشير وزحمه ومش عارف ايه، ويك اند ده وقت فيشز جدا، بدل ما اقعد الساعتين دول مع عيلتي نقعد ندردش نعمل حاجه من جوي اور تايم او نستمتع بوقتنا، احنا بنروح ناخد الكلام ده ونروح نزق كارت جوه السوبر ماركت وناخد ثلاث اربع ساعات في الشوبينج، والرجاله بتبقى بالذات زهقانين والولاد بيبقوا بردن، هنسيب الولاد فين ولو خدناهم معانا خليك جنبي ما تتحركش، الكلام ده كله. فالكونفينينس يبقى كواليتي كونفينينس، واخر حاجه الفاليو فور ماني. ان الناس بس يعني كل واحد طبعا لازم يعرف نفسه بشكل جيد هو بيبيع ايه. انا ببيع ارخص حاجه ولا انا ببيع احسن
سعر الحاجه الكويسه جدا، ولا انا ببيع حاجه فيري 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 هاي اند او بتخاطب مثلا شريحه بسيطه جدا من الناس. فاحنا تاني بنحط الحاجه بكواليتي ديسنت جدا ونحط قاعده عريضه جدا من المستخدمين بسعر مناسب، بحيث ان احنا يعني يبقى عندنا فرصه ان احنا نقدم خدمه حقيقيه، مش مجرد ان هي خدمه فكره على حد مثلا او كده يعني. بس الثلاث حاجات دول كواليتي كونفينينس و هاخدك من الثلاث حاجات بقى لفكرة المنافسة. احنا لما جينا نحضر الحلقة عملنا سيرش على السوشيال ميديا وعلى يعني الانترنت على جوجل علشان نشوف عندنا مشروعات فاكهة وخضار اونلاين قد ايه في مصر، فلاقينا صفحات كتيرة جدا ومشروعات كتيرة جدا. اتفاجئنا يعني، احنا كنا فاكرين ان احنا هنلاقي عدد قليل من المشروعات اللي بتبيع فاكهة وخضار، ده غير الجروبس اللي كمان ناس عاملينها بتبيع. فتفتكر ده في صالح يعني موضوع ريادة الأعمال والمواد الغذائية والفاكهة والخضار ولا ضده؟ شوفوا بقى ستي، احنا عندنا حجم السوق المصري في الجروسري او بضائع البقالة اللي هي سكوب اكبر سنة اكبر شوية من موضوع الخضار والفاكهة، وبرضه شغل المزرعة في الاخر يعني. المكرونة دي ما جاية من المزرعة في الاول، واللحمة والفراخ من المزرعة. فخلينا نقول ان شغل الجروسري حجمه في مصر سنويا 54 مليار دولار. دولار مش جنيه. شغل ضخم جدا. رقم الكبير ده خليني اقول لك متاثر ازاي. السوبر ماركتس العملاقه اللي احنا بنشوفها بدون ذكر اسامي يعني مثلا، مش مشكله لو قلنا اسامي يعني. لا بلاش بلاش. احنا هنا بتوع رياده اعمال وشباب وناس بتبدا شركات ناشئه. الهايبر ماركتس الكبيره محتله حوالي 3% فقط من هذا السوق الضخم، رغم ان احنا شايفينهم يا سلام ده عندهم فوليومز وكده. بعديهم السوبر ماركتس اللي موجوده في الاحياء اللي هي بتبقى اصغر شويه في الحجم بس الناس عارفاها، لان ده سنتر بيس يعني في السوبر ماركت. تمام. حوالي 13% من السوق. بقيه السوق حوالي 83% هو البقالات الصغيره، واخيرا الاي كوميرس اقل من 1%. احنا بنقول 1% كده عشان عيب يعني ان احنا نقعد نقول مثلا 1% في 1.1% اللي هو 1 في 1000. طبعا برغم ان احنا شايفينها كتيره. فشوفي بقى اللي انا عايز اقوله هنا ايه؟ اللي انا عايز اقوله ان المجال خصب وواسع، الويست الهالك في حاجات الاي كوميرس اقل بكتير من الهالك في المحلات اللي هي الفكهانيه والخضريه والبقالات الطبيعيه، لان طبعا الناس اللي بتتعامل بتبقى الناس ده شغلها اليومي، بتشيل ازاي وتحط ازاي، البيض يتحط مش عارف بالطريقه الفلانيه، والتفاحه تتمسك كذا، لان التفاحه مثلا لو داس عليها شويه هتعمل بصمه تبقى شكلها مش حلو. الناس لما تخش السوبر ماركت ما تعرفش الكلام ده، هو بينقي والحاجه مش هتقدر تحطها على جنب، تحطها على جنب دي معناها الويست بيعلى جدا. الويست بتاع السوبر ماركت او الهالك بتاع السوبر ماركت يمكن بيوصل ل 20% من حجم المشترى من السوبر ماركت. يترتب عليه زياده في السعر ورفع في القيمه على المستهلك. احنا بنحاول نقول يعني ايه، احنا مش بنقول حاجه يعني، احنا بس بنقول ان حجم كل الحاجات اللي انت شايفاها كتيره دي بالعكس عايزين نشجع الناس. دي طلعت قليله جدا كده يعني، طلعت قليله جدا ومحتاجين مشروعات كتير وشباب كتير يبداوا يفكروا ان هم يبيعوا خضار وفاكهه وبقاله اونلاين يعني. بس هي الشطاره بقى ان احنا ايه، ما نبقاش اللي هي ميتو كل حاجه يعني. لما واحد يبص يلاقي مثلا حد طلع ونجح مثلا يقول لك انا هعمل زيه، ده دي كانت فكرتي من 60 سنه الكلام ده. الشطاره ان احنا ندور على فين يعني، ناخد التميز او ناخد المبدا يبتكر. ان انا هعمل محل تاني او هعمل اونلاين شوب تاني دي اعمل كذا، لان مثلا ايه الموضوع اللوندري مثلا، موضوع مثلا سيرفيس غسيل العربيات، ما انا بنبسط جدا لما بلاقي الناس بتتنوع وبتتحرك. اصلاح العربيه تحت البيت مشروع كويس جدا بعمل له منتورنج دلوقتي، بيعمل مثلا ايه موضوع انك انت تروحي تصلحي العربيه تحت البيت، مفيش دعوه خالص اي حاجه. ده كده هندخل كده في حلقه تانية، احنا هنحضر بقى حلقه لمشروعات العربيات وهناخد تليفونه منك يعني تبقى حلقة خاصة كده لكل الشباب اللي عملوا مشروعات ليها علاقة بالعربيات. احنا بنشكرك شكرا جدا 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 وليد خليل، مؤسس والمدير التنفيذي الفكهاني. شكرا شكرا جدا. شكرا شكرا مع السلامة.